قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. إذا كان بغير سبب ووقع، نحن قلنا ما يجوز، حرام. طيب وقع، طلبت المرأة من زوجها الخلع من غير سبب وأجابها إلى ذلك، يقول بعض الفقهاء إن الخلع واقع، إن الخلع واقع، وهؤلاء منهم من يقول إنه حرام كما هو الراجح وواقع، ومنهم من يقول إنه مكروه، يعني الخلع مكروه ولكنه يقع. وذهب جمع من الفقهاء إلى أنه لا يقع، إلى أنه لا يقع، بل هذا خلع فاسد. قالت له المرأة خالعني، ولم يكن هناك بأس، وأنا أعطيك كذا وكذا. قال طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، وخالعه. هذا حرام. قالوا هذا حرام ولا يقع، حرام ولا يقع، لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فكان شرط رفع الجناح أن يقع هذا الخوف، مع الحديث الذي قدمناه سابقا في الطلاق، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا الحديث مختلف في إسناده، وحسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. طيب، إذا قلنا إنه لا يقع ولكنه وقع بلفظ التطليق، قلنا هذا الخلع فاسد والمرأة ما يلزمها أن تعطيه العوض ولا يقع الخلع، لكنه وقع بلفظ التطليق، قال لها أنت طالق، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ يرى بعض أهل العلم أنه يقع طلاقا ولا يقع خلعا، ويرى بعض أهل العلم أن هذا الطلاق مبني على سبب تبين عدم صحته، مبني على سبب وهو بذل العوض، وقد تبين أنه لا يصح. فإذا تبين بطلان الأصل بطل الفرع، قالوا هذا الطلاق فرع عن أصل، والأصل هو بذل العوض، وقد تبين أن بذل العوض باطل، فيكون الفرع المترتب على هذا الأصل باطلا وهو الطلاق. وهذا أعني أن الخلع في هذه الحال لا يقع ولو كان بلفظ الطلاق، هو الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.